النهائي والوصول الى طبعا دور نصف النهائي. حلم الفريقين، الفريق الاصفر الرياضي، الرياضي باللون الذهبي باللون الاصفر المميز حقيقه، واللون الاحمر لفريق سلا المغربي، الفريق الذي يستطيع ان يعبر هذه المباراه. وكبيره ايضا مشاكل الرياضي على وجه التحديد، ولكنه يبقى الرياضي، ولكنه يبقى الرياضي عموما. هنا علي توفيق، راح نشوف محاولات جميله للغايه على حيدر هنا، والمبدع روبرت دانيلسي تحت السله مميز للغايه. راح نشوف بطريقه جان عبد النور لاعب مميز كابتن الفريق، راح نشوف توفيق علي حيدر، ما مشت يا علي، ما مشت يا علي، تعود ثلاثيه جميله يا سلام، ولكن تحت السله ودائما عبر ايضا عبد الرحيم نجاح. عبد الرحيم نجاح نبض سلا المغربي في غياب ايضا عبد الحكيم زويته وشوعه، يبقى هو اللاعب المميز والمصباحي. هي برافو يا المصباحي. اذا اولى النقاط لمصلحه سلا المغربي. وانا طبعا علي توفيق الى دانيلسي المصباحي، خطا على مستوى التمرير راح يكون مؤثر جدا، غياب العرقي والعرجي هنا. وين اليكس؟ وين اليكس؟ وين اليكس؟ راح نشوف كوردو مميز، ما مشيت، عود لعلي حيدر، سرعه الانطلاق ايضا من علي توفيق. دانيلسي يا لعيب، يا الله يا الله، لعبه كانت جميله بطريقه الانبياء الكبيره، رائعه هذه اللقطه، رائعه هذه اللقطه. عموما نعود ونتابع، هي لعبه الثلاثيات ما تمشي. دانيلسي عامل ايضا تيك اوف عالي جدا وياخذ الكره. شوف برافو 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 برافو، الله يا جان، حاول فيها ولكن كوردو. نعود هنا الى ياسين، شوف الدخول، وين ليليكس تحت السله، ياخذ فيها خطا، ياخذ فيها خطا. المباراه تاتينا بصافرات رائعه جدا لحاتم الحربي من المملكه العربيه السعوديه، سالم الزعامي من الامارات، واحمد درويش من عمان، احمد درويش من عمان. المراقب الدولي قاسم دعدوش، وايضا على مستوى التسجيل لسحر لبيب الميقاتي، بسمه هنداوي الميقاتي، 24 ثانيه تامر فؤاد، واشرف جاد للساعه الالكترونيه. الإثارة حاضرة مشاهدينا الكرام في مباراة إلى الآن فريقين من لبنان في دور نصف النهائي، الهومنتم بعد الفوز على منتخب الإمارات، وأيضا الحكمة بعد الفوز على بول أبوف. بول أبوف الكرة ما تسجلت، دانيسي روبرت دانيسي، علي توفيق، شوف ضاغطين على أمير سعود، حلوة حلوة حلوة، لعيب لعيب، يا سلام لقطة مثالية، يا سلام يا كوردو تحت السلة، كوردو يسجل. لا 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 لا، المباراة مفتوحة، المباراة مفتوحة، وجهية مفتوحة، وجمالية المباراة، وسلا المغربي لا يخطئ هذه المباراة، لا يخطئ هذه المباراة. 5-4، الجمهور على غير العادة أبدا، يبدو بأنه زعلان تماما من وضع الرياضي ومن خسارة أيضا من دوبي كوانسي دوبي. حلوة حلوة، علي حيدر، الكرة كانها هدية، الكرة الماضية كانها هدية لعلي حيدر ولكن ما سجل. هذه لعبة علي، ويبدو بأن يعني انصاب شوية، يتألم. نعود نعود هنا، وين اليكس الى كوردو، نجاح عبد الرحيم نجاح المميز للغاية، هي الثلاثيات لعبة ولكن بعيدة. برافو والله برافو والله، الى الان كل الامور رائعه. عبد النور يهدي على الاخر، هيا الله، تسجلت، برافو يا حيدر، ولكن شوف الاسيست ما احلاه، شوف الاسيست ما احلاه، الجمهور مبسوط تماما، وضع الرياضي الى الان رائع جدا، الى الان رائع جدا، ولكن المباراه فيها اربع فترات، فيها اربع فترات ابدا، ما زلنا في اول اربع دقائق. زكريا المصباحي
صاحب الخبرة الميدانية الكبيرة جدا وأيضا أحد نجوم المنتخب المغربي هو ونجاح وكوردو ونعود. وطبعا بغياب قلنا لك بغياب وهنا غياب عراجي أيضا وهي العراجي المميز ثلاثية تسجل. الله برافو يا أمير برافو يا أمير أمير اللقطة الماضية وأمير الثلاثية الماضية وبرافو يا أمير لسكوردو إلى المصباح والتسعة لخمسة وإبداع جميل. وهي المحاولات دائما هي إليكس إلى كوردو ريباوندر على مستوى عالي جدا ما تسجل ما سجل يعود الرياضي يعود الفريق الأصفر يعود الفريق المتعود تماما أن يكون مرعبا في هذه البطولة على وجه التحديد. شوف ما تسجل يعود عبد الرحيم نجاح يعود إلى ياسين حلوة ما فيها شيء على الكرة برافو أمير يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام حلوة يا أمير فيها تايم اوت مرة واحدة بطولة دمشق الدولية مرة واحدة أيضا بطولة آسيا مرتين وحرم من إحراز اللقب على أرضه عام 2012 أيضا متحصل على بطولة غرب آسيا أربع مرات. عموما 11 إلى 5 ينطلق بطريقة جميلة للغاية إلى الآن ولكن قد يكون الكمباك المغربي قد يكون عنيف في قادم اللحظات. هذا المصباحي وين يا المصباحي بعيدة تماما أن يعني يكون الرياضي ثالث الإيقاعات اللبنانية في الدور نصف النهائي أو يكون لسلا المغربي كباك قوي جدا لأنه لم يكن مقنعا أبدا في الدور التمهيدي لم يكن مقنعا وكان المرشح الأول للبطولة بعودة أيضا من الفوز أو من ذهب القارة السمراء. برافو ياسين لعيب برافو ياسين عملها 11-7 بدأت تحلو المباراة هذا دانيلسي علي حيدر الثلاثيات أمير يا لعيب برافو يا أمير خلاص الجهد الكبير جدا حل مشكلة صناعة اللعبة على مستوى الثلاثيات أيضا من خلال أمير سعود كوردو يسجل كوردو بطريقة جميل 14-9 حلوة المباراة مشاهدينا الكرام بشكل رائع وأنا علي توفيق يعني تصور لو دوبي موجود تصور لو عرائجي موجود كانت المباراة تكمل لوحة ولا أروع. هي علي حيدر دخول جميل هي الثلاثية ما تمشي تعود لكوردو سفيان كوردو صور بدأت حرب الثلاثيات تسجل برافو يا وين برافو أولى ثلاثيات سلة المغربي هنا تحت السلة ودائما التوظيف الجميل المحاولة راحت عليك دانيلسي ياخذ فيها خطأ كوانسي دوبي غياب بسبب الإصابة وائل عراجي بسبب الإيقاف حلوة ما تسجل حلوة وما تسجل أيضا على فكرة دوليا تحصل على بطولة شنغاي الصينية فريق الرياضي اللبناني يعني متكامل يا السلام سجل كوردو كوردو سبع نقاط إلى الآن وهدف المباراة لا والله ثمان نقاط هدف المباراة هو المبدع أمير سعود شوف هذا أمير برافو يا أمير ما مشت معك نعود عندما تفتقد لاعب بقيمة وائل عراجي دوبي تحت السلة يعود ماذا سيفعل الفران في هذه المباراة والنقص العددي أيضا للاعبين مجموعة اللاعبين هل يستطيع أن يستكمل هذه المباراة وقادم الأيام لدينا الدور نصف النهائي والنهائي
الوصول إلى أو البقاء مع الأربعة الكبار راح يكون من خلال أيضا من بوابة سلة المغرب، في حين سلة المغربي للوقوف أيضا والبقاء مع الأربعة الكبار عليه أن يعبر الرياضي المتخصص في هذه البطولة بسبع ألقاب، بستة ألقاب، بستة ألقاب. شوف شوف حلوة يا لعيب، شوف الحالات الدفاعية، ياسين هيا مية 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 مية. ثاني ثلاثيات وين إليكس وفيها تاي موت. اللبناني المتعارف والمناصر دائما سر من أسرار أيضا نجاح هذه البطولة، كما كنا نتمنى أن تتواجد الفرق المصرية، أن يتواجد النصر الليبي، عموما فريقين من تونس، ثلاث فرق من لبنان، سلة المغربي، منتخب الإمارات، أيضا سامبيدا الفلبيني تحت السلة. شوف 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 راح يسجل، مرر ولكن الكرة فيها 3 سكند. هذا المدرب صاحب كل البصمات الرائعة مع فريق سلة المغربي، مع سلة المغرب عموما. عبد الرحيم نجاح، حلوة هي يا لعيب يا لعيب، ثلاثية ولا أروع ولا أجمل ولا أحلى، وثالث ثلاثيات، ثالث ثلاثيات 20-14. على فكرة كانت النتيجة 14-7، كانت النتيجة 4-7 لمصلحة الرياضي مباشرة أبدا. قلت لك الأوراق المهمة جدا في تشكيلة سلة المغربي، في حين يعاني الأمرين الرياضي لي أيضا من خلال هنا راح نشوف إذا نعود. الثلاثيات مو ماشية أبدا أبدا، حلوة نجاح، وين بعيدة بعيدة يا نجاح. 20-14 موجود اسمه بس رقم 9 ليش مبدل رقمه. الأمور ماشية مع نجاح لوجه التحديد، مماشية. نعود لدانيلسي، نعود لدانيلسي عموما إلى شار ثابت الآن، واحد من الأوراق المهمة جدا. أمير هي الثلاثية ما مشت، تعود اللمسة الأخيرة لمصلحة الرياض، لمصلحة الرياض، والقرار كان عبر أيضا أحمد البلوشي أو أحمد درويش البلوشي الحكم العماني. روبرت مضغوط عليه من كوردو المميز حقيقة، حلوة يا سلام هيا برافو قسطنطين قدسي، الله حلوة المباراة. 20-17 خلاص ينتهي حوار الكوارتر الأول، الرياضي 17-20 نقطة لسلة المغربي في مباراة متقاربة جدا وصعبة. عشاق ومناصر الرياضي على غير العادة يبدو بأنهم زعلانين، يبدو بأنهم زعلانين. محاولات دائما سيل خطيب إلى دانيلسي، شارل ثابت، عبد النور، ما زالت في أرضية الملعب إلى ما تسجله، تعود لمين، ما زالت هنا كونستانتين قدسي، شارل ثابت إلى عبد النور، وين عرقتي وين عرقتي،
المزيكا، الولد المزيكا فعلا البرنس، ولكن موقف، ولكن موقف في المقابل ايضا سال المغربي يفتقد يعني عنصرين ولا اروع صويت احد النجوم الكبار في سلة في السلة المغربية على وجه التحديد، شوعة ايضا واحد من النجوم الكبار حلوة ابدا ما تمشي ما تمشي. عموما مستمرين المحاولات تحت السلة الى ياسين، هنا ياسين ايضا برافو فيها خطأ. لـ17 نحن هنا في المباراة الثالثة في اليوم الطويل حقيقة، بدينا من الثالثة عصرا ومستمرين حتى 11 بالليل قبل منتصف الليل بساعة، ما تسجل دنيس يعود هنا علي توفيق راح نشوف وين الحركة سالم الزعابي هنا الحكم الدولي الإماراتي المميز حقيقة، هنا البوزيدي أعتقد أن في تكنيكال فاول عموما ما زلنا في البداية بداية الكوارتر الثاني مشاهدينا الكرام، المباراة صعبة للغاية، هل يصل الفارس اللبناني الثالث مع الحكمة والهومنت من أم الأمور تختلف تماما مع وجود سلا المغربي بطل أفريقيا بطل القارة السمراء البطل الرائع الذي لم يتوج عربيا ابدا، وصل وصيفا للبطوله العربيه 3 مرات تحت السله، جان عبد النور متى تسجل يا جان؟ تعود بنفس الطريقه ضاغط بطريقه جميله الخطيب، ولكن وين الخطيب؟ هناك فادي الخطيب هناك ايوه الى داخل يا سلام سجلها، هو الخطيب يا رائع يا رائع، بدا يهز المدرجات حلوة كوردو رائع يا كوردو سجل برافو يا سوفيان كوردو متقاربة النتيجة الفرق نص سلة حلوة يا سلام يا روعة الأسيست يا سلام لا 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 المباراة مثيرة هذه حلوة تعود ولا لا؟ لا والله تسجل مكتوب عندي المدني عبد المجيد المدني. عموما حلوه شار مضغوط عليه سريعه ياسين فيها خطأ المره هذه على حسين خطيب 24-23 مباراة مثيرة المباراة مثيرة أحداثها مثيرة غدا الدور نصف النهائي مشاهدينا الكرام غدا الدور نصف النهائي عموما نعود لياسين حلوة ما تسجل علي حيدر يهدي على الاخر غدا دور نصف النهائي مشاهدينا الكرام حلوه ما تسجل الفائز من هذه المباراه مشاهدينا الكرام يلتقي مع الهومنت من يا الله يا هدور نصف نهائي شرس جدا الحكمة والهومنت من
والفائز من هذه المباراة والفائز من المباراة القادمة التونسية مباراة الكتاب المفتوح حلوة وتسجل متابعة جميلة برافو يسرع الله الله شوف السرعة ما أحلاها شوف سلة المغربي شوف سلة المغربي على فكرة تشكيلة وكتيبة سعيد البوزيدي فيها العديد من الأوراق المهمة جدا التشكيلة كاملة في حين نقص كبير جدا في تشكيلة أحمد الفران المدرب القدير تحت السلة حلوة تسجلت يا سلام يا علي حيدر برافو يا علي برافو يا علي برافو يا علي برافو يا علي عموما أربع نقاط لعلي علي حيدر هي برافو ما تسجل تعود بمتابعة نجاح أبدا على الكورة على الكورة سريعة يسرع الرتب علي توفيق يا سلام يا سلام ولكن يبدو فيها 3 سكند يبدو فيها 3 سكند القرار من خلال حاتم الحربي من السعودية 26-25 5 دقائق و 13 ثانية متبقية ياسين ياسين دائما إلى نجاح هي نجاح هي نجاح مو ماشي أبدا مو ماشي واحدة من البطولات اللي يعني شفناها كثير على فكرة عبد الرحيم نجاح ولكن مرعب عندما يكون تحت السلة حلوة يا عيب برافو يا تشارب عمل فيها تيكوف حلو عمل فيها موف جميل الله تحت السلة مميز ياسين ياسين راحت عليك يا ياسين أعطوني إياها إذا موجودة عندكم أعطوني إياها لأن بعض القرارات تحتاج إلى كاميرا عموما خارج الملعب خارج الملعب شوف لامس فعلا فعلا لخارج الملعب قرار سليم جدا قرار سليم جدا نعود للخطيب ولكنه ليس فادي في كرة السلة إذا قلت الخطيب لا والله الخطيب الخطيب فادي الخطيب الله يا علي حيدر برافو والله الله أحلى اللقطات يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام اللقطة جميلة والمشجعة الرائعة إلى علي حيدر نعود إلى ياسين 29-26 29-26 من أحمد دروش البلوشي لعبة التغييرات هدف لكوسنتين قسطنطين إلى باتريك رونالد هذا بيغير مجرى المباراة هذا راح يغير مجرى المباراة خصوصا على مستوى الثلاثيات نعود ونتابع برافو ياسين حلوة مسافة المتوسطة ما تسجلت يعود قسطنطين قسطنطين الله 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 يا شارل عامل مباراة كبيرة عامل مباراة كبيرة بس اللمسة الأخيرة إلى ياسين شوف شوف بالدخول الفني حاول فيها نجاح مضغوط عليه سجل نجاح سجل عبد الرحيم نجاح برافو والله برافو 29-28 كلوز جيم فعلا يا سلام يا سلام يا سلام تحت السلة راحت عليك شوف فيها خطأ ورميتين فري ثرو 5 أخطاء شخصية على الرياض أخطاء الشوط عموما الأولى ما تسجلت يقولون صاحب النصيفة سالم أهل الخليج يعني اللي تحصل منه النص قول الحمد لله يعني هو في السليم اذا لا اضاع الثنتين 29-29 مشاهدينا الكرام 29-29 وثلاث دقائق حلوه لعيب يا ريتها اكتملت اكتملت بلمسه جميله بلمسه جميله الفران احمد الفران على الرغم من نقص العدد النقص العددي بالنسبة للاعبين المميزين
يعني تصور بأن دومي مش موجود، تصور على رجل. يا سلام، فيها خطأ. المباراة صعبة، المباراة صعبة، راح نشوف. مباراة صعبة، الجمهور الرأي من هذه البطولة وبطولات دبي الدولية في نسختها هذه البطولة المستمرة 29 نسخة، هذه النسخة رقم 29، نسخة رقم 29، ومن نجاح إلى نجاح ومن تألق إلى تألق، والكرة جميلة. سجلت عموما، سجلت دقيقتين 31 ثانية. هنا قسطنطين، علي حيدر، علي حيدر تعود إلى عبد الرحيم نجاح. الله على سلة المغربي بزويته وشوعة، الله على سلة المغربي بزويته وبشوعة. عموما إصابات، نتمنى أن يعود. يا سلام، سلم وسجل. هذا رونالد، هذا باتريك رونالد، 34-31. قسطنطين الخيارات موجودة على قلتها في تشكيلة الرياضي، يعني دوبي مصاب، عراجي مش موجود، وهذه تحت السلة. شوف السرعة، برافو، الله الله، رونالد الآن، هذا رونالد. إذا مشت مع الثلاثيات راح يسبب صداع كبير جدا في رأس الفران، على وجه التحديد هي تسجل. يا لعيب، يا لعيب، رابع ثلاثيات سلة المغربي، 37-31، 37-31. أمير، أمير، يا أمير، تسجلات، تسجلات، برافو يا أمير، لاعب أمير. التغييرات، الدفع علي، علي توفيق أيضا، وجان عبد النور، جان عبد النور بديلا أيضا لحسين الخطيب. للخطيب 37-33. لقطة البوب كورن، لقطة البوب كورن. عبد الرحيم نجاح إلى ياسين بعيري، رونالد حلوة، لعيب، اللمسة الأخيرة، برافو. شوف دانيال سي روبرت، الله على فتاليته، الله على روعته، الله على روعته. شوف المهارة ما أحلاها، يتفنن في المهارة تحت السلة وبطريقة جميلة. وعبد الرحيم نجاح، ثامن نقاط، ثامن النقاط. شوف اللقطة، شوف اللقطة، شوف الدخول ما أحلاه، لاعب مميز للغاية، ويأخذ أيضا عموما الفران. هنا المباراة تكتيكية بالدرجة الأولى. برافو، سجل، برافو، سجل، برافو. 37-40 متبقي مشاهدينا الكرام، 45، شوف إذا 37-36. رونالد إلى المصباحي، المباراة أصبحت صعبة للغاية، بهذه الطريقة قد نذهب إلى بدري، بدري نقول بأنها تذهب إلى الإكسترا تايم، ولكن بهذه الطريقة متقاربة جدا. ولكن عادة التكتيكات في الكوارتر الثالث، واحد ينزل واحد يصعد. عموما، عموما لسه بدري. هنا علي توفيق إلى علي حيدر، يسلم روبرت دانيلسي. شوف، شوف قد مضغوط عليه، شوف مضغوط عليه وخلفية وراحت عليه. في تغيير، وين إليكس الآن؟ هذه الكرة الأخيرة اللي احتسب عليه أيضا ووك إلى ياسين، خمس ثواني، شوت، يو
يا الله يا الله يا الله، خامس ثلاثيات سنة المغرب يعرض لستة وثلاثين مشاهدين الكرام روعة هذا الأداء. بسم الله الرحمن الرحيم، عودة مشاهدينا الكرام لقراءة أحداث هذه المباراة 40-36 في مباراة مثيرة للغاية ومتقاربة جدا. نعود لعبد الرحيم نجاح، تركنا الشوط الأول بفترتين ينتهي ب40-36. عموما راح نشوف الآن، شوف دخول فني جميل بالمسافة المتوسطة، راحت عليك يا كوردو، بتحلو المباراة الآن بشكل رائع. عموما علي توفيق، حلوة علي حيدر، دخول حلو كان ممكن يسجل وبسهولة كبيرة. علي حيدر تحت السلة، يجب أن يكون الدور أكبر بكثير. عموما يبدو بأنه يعاني من إصابة أيضا، وراح تكون كارثة في كتيبة أحمد الفراني. يا السلام، شوف تحت السلة ضغوط كبيرة جدا، برافو إليكس حاول فيها ولكن أبدا تروح. هنا أمير، الحلول من خلال أيضا إبداعات أمير. على توفيق أمير، سجل ولا لا؟ شوف راحت عليك على غير العادة أبدا. ياسين حلوة، كوردو تسجل 42-36. يعني بكل أحقية سلى المغربي في هذه البطولة من الدور التمهيدي إلى الآن غير مقنع، وإن كانت ظروف الرياضي ظروف كبيرة جدا. توفيق علي، توفيق لدنسي، يسجل ولا لا؟ لعيب ولكن راحت عليك. كوردو ياخذ خبر. 42-36، المباراة القادمة راح تكون مباراة مثيرة للغاية بين النجم الساحلي والنجم الرادسي، وكلاهما من تونس، أبطال تونس في مباراة هكذا شاءت الظروف أن يلتقيان في الدور ربع النهائي. كوردو الأولى سجلها، برافو يا كوردو، برافو يا سفيان. 43-36، ظروف الرياضي يعني لو عد راح يكون وضعه في الدور نصف النهائي صعب جدا في وجود الهومتمن، في وجود الحكمة، في وجود أيضا أكيد لو وصل ما راح يكون موجود سلة. حلوة علي حيدر، برافو تحت السلة، يا لعيب، الله يا جان. لقطة جميلة، كوردو أبدا تروح إلى جان عبد النور، يسلم حلو، أبدا ما فيها شيء. الكرة كانت من نجاح، تسجل، يا سلام. اللاعب اللي مسجل 13 نقطة إلى الآن. سجل، أيه الفارق يضيق تماما. شوف 43-41. أنا وين إليكس؟ الخيارات على مستوى مقعد البدلاء في الجانب المغربي رائع جدا. شوف توفيق، برافو، حلوة، جان يا رائع، الله. شوف الآن اختلفت المعطيات والأمور. أيضا كوردو محاولة التمرير، برافو يا سفيان، ما سجل سفيان، ولكن بالمتابعة الجميلة بعيري. هذا عبد الرحيم، يا لعيب، برافو يا عبد الرحيم، برافو، احد النجوم الكبار في تشكيلة المنتخب المغربي ايضا.
قلنا بأن المباراة تفتقد للعديد من الأسماء المهمة جدا في هذه. أبدا دوبي ووائل عراجي، برافو الله يا علي يا حيدر، ثلاثية، برافو والله، برافو والله. نعود، يا سلام، أمير، لا 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 لا، اختلفت الأمور، اختلفت الأمور، اختلفت الأمور، برافو، 49-45. يا تايم أوت، 49-45، الفريق الأصفر لا يزال هو الذي يطرب، هو الذي يطرب. لطالما قال كلمة الفصلى هنا، لطالما صال وجال في هذه البطولة، 6 بطولات لهذا الفريق، الفريق المرعب لدولة الرياضي، لجمهورية الرياضي، وهذه وحدة. برافو إليكس، برافو إليكس، يا سلام، أداء مثالي للغاية. 48-49، علي توفيق، وين راح تروح الأمور؟ حلوة، إذا مشت، إذا مشت المتابعة، علي حيدر بدأ يتألق، بدأ يتألق علي حيدر، برافو والله، برافو والله. شوف 51-48، حلوة المباراة. المانشيت الرئيسي لهذه المباراة، من يكون؟ البحث عن الفارس الثالث، البحث عن الفارس الثالث. شوف خطأ التمرير من أمير، برافو المصباحي، هي كوردو سجلها الفران، يضرب أخماس في أسداس، كان الله في عونك. شوف الكرة، شوف الكرة، شوف الكرة، شوف الكرة، دخول، وهنا الخطأ الأخير، وتسجلت ورمية على توفيق، علي توفيق راح يسجل، كوردو ما سجل. 50-51، 5 دقائق، حلوة تسجل، إيده تتلف بحرير، برافو والله، يا سلام. أمير سعود إلى رونالد، الآن راح نشوف رونالد وإليكس، حلوة المصباحي، الله على التمرير، الله على الأسست، الله على الروع، روعة روعة روعة. هنا البوزيدي، الآن هنا البوزيدي، من هو الفارس الثالث في الدور نصف النهائي؟ الحكمة والهومنت من، ومن هو الثالث؟ إما الرياضي وإما سلة، راحت عليك، راحت عليك. عموما القرار من أحمد درويش لبلوشي الحكم العماني. هنا جان عبد النور، يا ريت تنعاد. 53-52، الإثارة حاضرة على صالة الشيخ مكتوم بن محمد المكتوم، بين سلة المغربي وبين الرياضي، والبحث عن الفارس الثالث، هل يكون لبناني أو مغربي؟ هل يكون لبناني ثالثا؟ إذا ما كان الوصول للثلاثة راح تكون الأمور أكثر من رائعة لسلة لبنان. هذا أمير، هي شوف الدخول، ما فيها شيء، علي حيدر، الله، في خطأ، في خطأ، حاتم شوف هذه الكرة، لا عده، عده فعلا، قرار سليم جدا، قرار سليم جدا من أحمد درويش لبلوشي، فيها طبعا زون. عموما نعود لوين إليكس، يا سلام يا نجاح، يا يا سلام. المباراة صعبة على الجانبين، ولكن بالأوراق الأوراق الموجودة في خارج الملعب في كتيبة علي سعيد البوزيدي، أعتقد بأن سلة المغربي حظوظ أوفر، ولكن حسب المعطيات، حسب التكتيك، حسب الخبرة، حسب النجاحات أيضا للاعبين الكبار. الفران هنا، الفران يعني بالظروف، بالظروف لاعب أجنبي لم يصل،
وهاي العرايس وهاي العراجي حلوة ما تسجل. وهاي العراجي موقوف، دوبي مصاب، كل هذه المعطيات يعني عموما ولكن لا يزال يقدم مردود عالي جدا الرياضي إلى الآن قريب 54 ل 53. نعود لواين إليكس، يا لعيب يا لعيب، لا 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 مو طبيعي. مباراة الثالث دقيقتين 52 ثانية و 57 ل 53 يتقدم سلة المغربي، وهنا طبعا كونستانتين قدسي. برافو، دخول جميل، هذا أمير، هو أمير، هو أمير فعلا، هو أمير. يا سلام 17 نقطة، رائع رائع. نعود لرونالد الآن، باتريك رونالد بدأت تحلو حلوة. المصباحي سجل، صاحب خبرات، صاحب مسيرة ظافرة تماما هذا اللاعب، خبرة عالية جدا إن كانت مع المنتخب المغربي وإن كانت أيضا مع سلة. شوف مطال يعني كابتن حاتم الحربي الحكم السعودي المتألق للمباراة فعلا. يا سلام على الكتكوت، 59 ل 55 مسح الكور. نعود عموما دقيقتين و15 ثانية إلى كونستانتين. شوف شوف أمير، شوف أمير عامل مباراة كبير، يعني الضغط كبير عليه على فكرة في غياب عرائج. حلوة يا الله، يا السلام ما تسجلت، السفر كانت سابقة تماما. 59 ل 55 دقيقة 50 ثانية إلى زكريا المصباحي، إلى زكريا المصباحي. رونالد عبد الرحيم شفت ناقل الكرة، هذا ملك الثلاثيات في هذه المباراة، مميز للغاية. هنا البوزيدي سعيد الكابتن القدير حقيقة والذي توج مع سلة المغرب ببطولة أفريقيا، بطولة أفريقيا إنجاز كبير جدا، إنجاز كبير جدا. ساحب روبرت دانيلسي الآن راح يكون شارل ثابت، هو حلوة ما تسجلت. برافو يا أمير، برافو يا أمير، جهد كبير جدا هذا اللاعب. 50 ل 55 حلوة، الله الله الله، برافو يا علي، برافو يا علي، 13 نقطة لعلي حيدر، برافو يا علي. هنا إليكس الآن، نعود لكوردو، سفيان كوردو أحد لاعبي الارتكاز المميزين جدا على مستوى الوطن العربي، 60 ل 57 هذا سفيان كوردو، أيضا من نجوم المنتخب المغربي وسلة المغربي وصناع الفرح أيضا في التتويج الأخير على مستوى القارة السمراء. برافو لعلي حيدر. الآن تعود إلى علي توفيق، الدوري اللبناني هو الدوري الأقوى عربيا، هذه حقيقة، هذه حقيقة. شوف الآن، الله ضاغط، 39 ثانية، زكريا المصباحي الربع الأخير راح يحكم المباراة. يا سلام يا علي يا حيدة، برافو. شوف أمير، شوف أمير، شوف أمير، ما فيها شيء، يا ساتر راح تسجل. برافو برافو، 21 ثانية متبقية. شوف سرعة الارتداد،
ونقل الكرة، وهنا علي توفيق 12 ثانية 10. هنا إلى أمير، يا لعيب يا لعيب، أخذ خطأ. آخر ثانية، في آخر ثانية من عمر الكوارتر الثالث، 62-57. لو سجل مرتين، لو سجل النتيجة تماما، ولكن أمير ما عنده مشكلة في التسجيل. 17 نقطة، 18 نقطة، وراح يسجل أيضا الآن. 58، خليها 59، خليها 59، والفارق 3 نقاط، والمتبقي دقيقة. ثانية، المتبقي ثانية. صعبة. كوردو بعيد. الحكمة فاز على بول أوبوف، الهومنتمن على منتخب الإمارات، والآن الدور إما على الرياضي وإما لسلا. عموما هذا أمير، حلوة هي يا أمير، قلت لك إيدة الفيب حرير، برافو والله. الآن راح ينشط الجمهور، الآن راح ينشط الجمهور. هنا باتريك إلى المصباحي، باتريك كأنه يلعب بدون نفس أبدا، يلعب بدون نفس. برافو إليكس، برافو إليكس، برافو إليكس. ياخذ فيها خطأ. 62-62 62-62 التعادل. خطأين لزكريا، أو خطأين لحسين. شوف هي الثلاثية، لعيب لعيب، الله 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 الله، مرعب هذا اللاعب، مرعب هذا اللاعب. واين إليكساندر سجل 5 ثلاثيات، وهذه السادسة، حلوة. شوف ما تمشي بالمتابعة، تعود إلى الخطيب. شوف هي هي ما تسجلها. شوف الآن، يا سلام، زكريا زكريا إلى سفيان كوردو، باتريك هذا الطاقة المعطلة. الله الله فيه. شوف الآن، شوف الآن، 66-62 يوسع الفارق تماما. هي تسجل. شوف الآن، على التوفيق إلى شهر ثاني. أمير يا حيدر، ما مشت يا حيدر المرة هذه. كوردو عامل ضغط على علي حيدر. شوف سرعة الانطلاقة، هذا لعيب ولكن طاقة معطلة فعلا. إلى كوردو، زكريا سجلها، برافو يا زكريا. ثلاثية رائعة. إذا 60 فارق 8 نقاط. شوف الآن، حلوة الخطيب، راحت عليك الخطيب، راحت عليك الخطيب. راح يكون القرار القادم من الفران الدافع بينان دانيلز، وأيضا بيجان عبد النور صاحب الخبرة الميدانية الكبيرة. برافو، ما تمشي، يعود ولكن تعود دائما للمصباحي. هنا إليكس، مرعب إليكس. 18 نقطة، حاول فيها، الفارق 8 نقاط،
من 62-62. يا سلام يا سلام، برافو والله يا شيخ، برافو. زين الخطيب 70-64، 5 نقاط للخطيب. نعود لباتريك، باتريك نوك مستمرين. شوف مسيطر على المباراة، بص حلوة راحت عليك، راحت عليك الصافرة سابقة، صافرة سابقة. 70-64 الآن راح تكون قوة إضافية من خلال أيضا دانيلس وأيضا لجان عبد النور. جان عبد النور 14 نقطة لروبرت دانيلس. دانيلس دانيلس نعود إلى علي توفيق. حلوة الله، أوه كان ممكن يستلم بطريقة أفضل، كان ممكن يستلم بطريقة أفضل. تمريرة حلوة كانت طبعا أمير سعود. 70-64، 6 دقائق لسه 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 المباراة، لسه تحتاج إلى الخبرات، اللاعبين المؤثرين جدا. تحت السلة لكوردو، حاول فيها ما مشت. دانيلس برافو، حلوة حلوة. أوه شوف الآن، الله يا كوردو، يا سلام على التمريرة، ولا أروع من المصباح. شوف الرادار كشف تماما بأن هناك كوردو تحت السلة. عموما عموما 72-64، 8 نقاط الفارق. علي حيدر راحت عليك، مضغوط عليه مضغوط عليه. شوف أليكس عامل مباراة كبيرة. هي باتريك، الخبرات، لا لعبة الخبرات. البنش هو اللي قاعد يعمل الفوارق لفريق سلا المغربي من خلال فارق 11 نقطة. بدأ يضغط من ملعب الرياضي من خلال باتريك. على مين؟ على كوستانفيل. فيها خطأ المرة هذه على باتريك، على باتريك، ولا أخطأ باتريك. 5 نقاط، 5 نقاط. رونالد راح نشوف. عموما 75-64 حلوة، ممكن ممكن ما مشت، ولكن دائما جال عبد النور كيف لو وقف. حلوة حلو الله، كيف ما تسجلت يا دانيلس. يعني عموما بالرغم من النقص الكبير لانه يلعب كلوسكي، نقص كبير جدا في تشكيلة الرياضي اللبناني، يأتي بلاعبين أجنبيين ويصاب واحد لودوبي ويتم إيقاف وائل عراجي. وائل لو كان موجود اختلفت معطيات هذه المباراة كثير. المباراة القادمة راح تكون مثيرة للغاية للغاية. عموما عموما حلوة ما مشيت. علي حيدر إلى قسطنطين، عموما الرياضي في مأزق ولكن قد يعود، ما زال في الوقت كبير. برافو، هي علي حاول فيها، علي حيدر ما تمشي. باتريك رونالد، هذا مرعب هذا مرعب. اداء مثالي للغايه. 21 نقطه لوين إليكس. وين إليكس حلوه. امير ما مشت حتى مع امير، أمير المميز حقيقة. 78-64 بداية عودة سلا المغربي. هذه المباراة هي أحلى مباريات سلا المغربي في الدور التمهيدي، ما كان مقنع أبدا، ما كان مقنع.
الأخيرة. الحوار التونسي القادم بين النجمين الرادسي والساحلي. 78 لـ 74 لـ 64 عفوا. حلوة حلوة دانيلز، حلوة. سلام يا سلام يا سلام. 76 و60 نعود لباتريك. اوه كوردو، حاول سفيان، قسطنطين إلى أمير، إلى أمير، إلى أخطأ التيرن أوفر مو طبيعي أبدا. من 70 ل 66 هنا البوزيدي، بوزيدي إلى عبد الرحيم نجاح. واحدة، يا الله يا الله يا الله، قلت لك البنش هو اللي يحكم المباراة فعلا. يعني الأوراق الموجودة في كتيبة أيضا سعيد البوزيدي مدرب فريق سلة المغربي أفضل بكثير مما يتواجد لدى الفران، مما يتواجد لدى الفران. حل بليارد، هذه هذه لعبة بطريقة البليارد، جميلة اللقطة. برافو يا كوردو. 81 66 81 لستة وستين الأفضل في هذه المباراة إلى الآن سلة المغربي. علي حيدر، يا سلام، إلى جان عبد النور. برافو يا جان، برافو يا جان. 83 83 لـ 68. شوف خلاص يؤكد تماما، يؤكد تماما بأنه قادم للبقاء مع الأربعة الكبار سلة المغربي. الفوز على الكرواتي بهذه الطريقة راح يكون الدور نصف النهائي مرعب للغاية. عموما غدا في تمام السابعة المباراة الأولى، وفي تمام أيضا التاسعة المباراة الثانية. نعود للمصباحي، خلاص يؤكد تماما عامل الفارق المطلوب إلى نجاح. يعني واحدة من البطولات الغير مقنعة لعبد الرحيم نجاح، واحدة من البطولات الغير مقنعة أبدا لنجاح. نجاح عندما يتواجد زويتا وشوعة هو والمصباحي وسفيان كوردو، هذا باتريك. عموما بنفس الطريقة خلاص راح ندخل في الثواني الأخيرة مشاهدينا الكرام. يؤكد تماما سلة المغربي بأنه يعني في تدرج تصاعدي. برافو سجل نجاح، برافو يا نجاح. 10 نقاط لنجاح و50 ثانية متبقية من عمر المباراة. خلاص إذا يؤكد تماما بأن سلة المغربي راح يكون الفارس الثالث، الفارس الثالث في الدور نصف النهائي. حلوة، الله 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 يا المصباحي، الله يا المصباحي. الرؤية اللي يتنفس منها فريق سلة المغربي. عموما عموما انتهي حوار هذه المباراة، إذا بالفير بلاي ينتهي حوار هذه المباراة. إذا 89 لسلة المغربي مشاهدينا الكرام مقابل 68، أداء مثالي للغاية لسلة المغربي. هارد لك بكل تأكيد للرياضي اللبناني، الفريق المتوج أكثر الفرق تتويجا بهذه البطولة، 6 ألقاب. ما كانت البطولة هذه يعني من حقه ومن أيضا أولوياته بناء على النقص وبناء على الغيابات وبناء على الإيقاف أيضا. إذا مشاهدينا الكرام 16 ثانية متبقية، باتريك ينتهي حوار هذه المباراة. سلة المغربي ثالث الفرسان، ثالث الفرسان الكبار في الدور نصف النهائي. إذا تبدأ بالسلام تنتهي بالسلام، روعة هذه المباراة. سلة المغربي ثالث الفرسان الكبار. المباراة القادمة راح تأتيكم إن شاء الله.